زيارة الوفد الأوروبي لمدينة الدخلة محطة توقف عبرها في تواصل مباشر مع عدد من الفعاليات المحلية من جمعيات حقوقية ومجتمع مدني وعائدين إلى أرض الوطن، تواصل مكن الوفد من تكوين صورة موضوعية عن حجم التطور الذي حقق بالدخلة وبكل الأقاليم الجنوبية. Nous constatons que l'ensemble des Sahraouis sont attachés. لقد تبين لنا أن كل الصحراويين مرتبطون ببلدهم المغرب ويساندون ويناضلون من أجل مقترح الحكم الذاتي في إطار الجهوية، ونحن ندعم هذا المقترح لتمكين الأقاليم الجنوبية من ضمان تحقيق تنميتها. comme la région de Darla, comme la région de Laayoune, eh bien puissent continuer et assurer leur développement. Nous avons participé à une rencontre. كانت لنا على الخصوص لقاءات مع عدد من الفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني هنا بالدخلة. لقد تابعت باندهاش شهادات عدد من النساء الصحراويات رئيسات مقاولات وفاعلات جمعويات. chefs d'entreprise qui sont engagées dans le tissu associatif, qui sont زيارة ميدانية وقف خلالها الوفد عند التطور الذي عرفته الأقاليم الجنوبية عبر زيارة مجموعة من المنشآت السياحية والفلاحية وأخرى مرتبطة بالصيد البحري وعدد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. هنا نرى جيدا أن مداخل الصيد البحري يتم استثمارها محليا على شكل فرص الشغل وبنى تحتية في خدمة الساكنة المحلية. قدموا بحثا عن أجوبة لتساؤلاتهم ليجدوا نماذج تنموية حقيقية ورائدة. أمر رائع أن نجد هذه الضيعة الفلاحية بالصحراء بهذا النظام المتقدم. لقد دهشت لهذا التطور ونحن هنا بهدف دعم هذا التوجه. أمر مدهش، لم نكن نتوقع أن نجد منشأة فلاحية بهذا الحجم على أبواب الصحراء. ينتجون خضر وفواكه ذات جودة عالية يتم تصديرها إلى عدد من بقاع العالم وأوروبا. نموذج تنموي بالأقاليم الجنوبية لامس الوفد الأوروبي تفاصيله التي تحققت بفضل انخراط جماعي لكل المكونات المساهمة في التنمية وإيمان قوي استقاه الوفد من طرف ساكنة المنطقة بأهمية مبادرة الحكم الذاتي.